الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، بداية الهداية، هذا هو الكتاب الثاني في السلسلة، الكتاب الثاني في السلسلة. سلسلة ماذا؟ سلسلة الإمام الغزالي. في قاعدة تقول الكتب يشرح بعضها بعضا، لكن يعني هذا الكتاب سنغيب فيه، يعني ممكن 30 مرة. احنا الكتاب بداية الهداية اخذنا كم مرة؟ 7؟ ها، يعني هذا ممكن 30 مرة، وفي امور يعني نقراها وخلاص، لكن إذا قرأناه نحن ممكن نكتفي. يعني أولا، وهو في فقه كثير، هذا سيجعلنا ندخل في فقه كثير، يعني الشيخ سيد شلتوت قد يغضب، لكن نعمل إيه؟ خدنا في سنة كاملة، سنة رمضان والعمرة والسفر، يعني 30 يوم كما قلت لكم، ممكن 15، ممكن يوم واحد فقط نقرأ أول صفحة وآخر صفحة والباقي يقرأ في البيت. يعني لا، ما تخافوش، يعني نستطيع نمشي في الكتاب بسرعة. طيب، السلسلة عبارة عن ماذا؟ أولا، القاعدة تقول الكتب يشرح بعضها بعضا، هذا أمر جيد، فما أغلق في كتاب بسط في كتاب آخر. وكان يقولون أن من قرأ 3 كتب في فرع واحد كان من أهل التخصص. هذا الكتاب هو فقه، هذا الكتاب هو تصوف، بداية الهداية هو تصوف، الإحياء هو فقه، هو تصوف، لكن تصوف راقي. أنا أريد أن أكون قوي. قوي في ماذا؟ في أي علم. قبل أن أكتب كتاب الإمتاع، أنا ألزمت نفسي في 3 سنوات أقرأ 50 كتاب فقه شافعي قبل الكتابة. الحمد لله، بسرعة 50 كتاب. أيوة، ليه 50 كتاب؟ كتاب سهل، كتاب صعب، كتاب مفهوم، كتاب غير مفهوم. أنا أخذت أكثر من، يعني لا أمزح، أكثر من 7-8 شهور أسأل لماذا سمي كتاب 60 مسألة بال60 مسألة. أقوم بعد المسائل، استغفر الله، كثير جدا، كيف أقول 60 مسألة؟ أقرأ المقدمات، كيف 60؟ ما فيش إجابة، حواشي لا أجد إجابة. فكلما أقرأ ما معنى 60 أنا أعود. ثم سألت صديق لي يمني من أهل العلم، قلت له مولانا 60 مسألة يعني إيه الموضوع؟ قال والله أنا قرأت معنى 60 مسألة لكن أنا ليس في رأسي. فزاد الأمر عندي صعوبة، يعني هذا الشيخ لا يعرف وأنا لا أعرف والمقدمات لا تعرف، فكان أمر صعب. سبحان الله، الله لما يفتح يفتح. ثم في عند الشيخ أشرف تقريبا أول مرة نقرأ 60 مسألة كان عنده، صح؟ فأعلننا نقرأ عند الشيخ أشرف في ساحة الإتقان 60 مسألة، لكن أنا والله زعلان لأنني في أول مرة سأسأل ما معنى 60 مسألة. شاء الله أنني أقرأ قدرا في كتاب قديم قرأته مرارا ومرارا، ذكر فيه معلومة يقول أن 60 مسألة ليست على سبيل الحصر بل هي تدل على الكثرة. ليس 60 60 بل تدل عليها. هذه معنى الكتب يشرح بعضه بعضا. مرة سئلت زمان عن سلس المنوي، رجل عندما يأتي المني ينزل كأنه بول، هل يغتسل كل يوم؟ أنا صراحة يعني كانت مسألة بالنسبة لي صعبة، وسألت برضو يعني كأن يعني بعض من أسأل ليس قوي،
لكن الله أقوى، أقوى من الجميع. فأنا أفتح قدرا شرح مولانا الرملي نهاية المحتاج في المجلد الأول، فكأنه يكتبها كلمتين: وسلس المنوي، وسلس المنوي كسلس البول، يعني لا يغتسل لا يغتسل. كلمة صغيرة، سطر صغير، أدي معنى الكتب يشرح بعضها بعضا. وما أغلق في كتاب انفتح في كتاب. أبو السعود، تفسير أبو السعود تعرفون؟ تفسير عظيم جدا، لكن كيف تفهم؟ اقرأ الألوسي يشرحه. طبري كبير، ابن كثير يختصر. الزمخشري في اعتزال النسفي، هو هو لكن من غير اعتزال. فهمت كيف تمشي الأمور؟ كيف تمشي الأمور؟ أريد أفهم مغني المحتاج، اقرأ الإقناع للشربيني، بوابة لمغني المحتاج. أنا أريد أفهم كنز الراغبين للمحلي، اقرأ النهاية للرمل الصغير، هو شرح له. فآدي معنى الكتب يشرح بعضها بعضا. وما أغلق في كتاب انبسط في كتاب آخر. نحن نريد نقرأ الإحياء، لكن الإحياء كثير، أو هذا اختصار الإحياء. نريد نفهم هذا، اقرأ أيها الولد. لابد من الترقي والمقدمات. ما مشكلة الكتب في التراث؟ مشكلة كتب التراث مولانا أنها تحتاج إلى رقي. كيف تصعد إلى الدور السابع ولم تصعد الدور الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس؟ من يقفز يمرض يتعب. فأنا عايز أفهم هذا الكتاب. سهل مولانا، تفهم هذا الكتاب عندما تفهم بداية الهداية. كيف أفهم بداية الهداية؟ عندما تعرف فحوى الحوار. أنا أريد أفهم أصول الفقه، سهل جدا. تريد تفهم ماذا؟ أنا أريد أفهم جمع الجوامع، تقرأ الورقات، بعد الورقات تقرأ زكريا الأنصاري، بعد زكريا الأنصاري تقرأ إيها جمع الجوامع، بعد جمع الجوامع اصنع ما شئت. أنا في ترقي في الكتب. شوف شوف متن الغاية والتقريب، شرح مين؟ ابن قاسم. تعالوا شوية، شرح مين؟ كفاية الأخيار. تعالوا شوية، الإقناع، لكن مستوى الراقي، مستوى عالي، الإمتاع، وليس بعيد الإمتاع، إمتاع. من يعترض يرد الكتاب. لا تأخذوا خيرنا وتنكروا فضلنا. لكن معلش، لنا الله في ترقي يبني. المشايخ في ترقي. تحضر للشيخ فلان لا تفهم، لكن تحضر للشيخ الأول، بعد ذلك عندما تحضر للثاني تفهم. هذا كان نظام موجود في الأزهر. شيخ يشرح الأجرومية، الأجرومية يشرح المين؟ للمكودي. تعالوا شوية، الأجرومية لمين؟ لدحلان. تعالوا شوية، الأجرومية لمين؟ للكفراوي. شوف في ترقي. جاء محي الدين فصار يقرؤون الأجرومية لمحي الدين في البداية. محي الدين، المكودي، المكودي الدحلان، دحلان إصيها إلى الكفراوي، خلاص. ثم في مستوى راقي، الأجرومية إعراب العشماوي، إعراب فقط للعشماوي. ثم في الأجرومية تصوف لابن عجيبة، يشرح الأجرومية شرح صوفي تصوف. الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. ولك الكلمة تنقسم إلى حقيقة وشريعة وطريقة كده يعني. متن الغاية والتقريب مشروع شرح صوفي كده يعني. إشارات كأنه شرح عندي والله، لكن يعني في الأدغال. ده ترقي. لكن من البداية تقرأ الأم. أنا أعرف أن معظم الماليزيين هو يقرأ أول ما يقرأ سفينة النجاة ثم الأم. أنا عارف والله، بعضهم يخبرني كده، سفينة النجاة البداية، بعد كده الأم على طول. ليه؟ إذا وصل إلى الأم خلاص. يعني شوف الرجل يسكن في حارة، ثم إلى شارع، ثم إلى منطقة، ثم يسكن في فيلا. لا، أنتم من حارة إلى فيلا على طول، من الدار إلى النار.
تعرفون هذا المثل، من الدار يعني من البيت إلى النار، من غير حساب ومن غير قبر ومن غير حشر ومن غير صراط، على طول من الدار إليها إلى النار على طول، لا في ترقي. صعوبة كتب التراث عدم الترقي، صعوبة كتب التراث عدم فهم المصطلحات، دول سببين كبار معوقات لفهمك للتراث. ده شيء ماليزي كويس، كل المواصفات بارد خفيف، ليس له لون ولا طعم ولا رائحة. بالعكس أنا أحب شيء ماليزي. كلنتن يفعل شيء صعيدي، لا أنا مش بحب كلنتن خالص، يفعلون شيء صعيدي، لا إحنا عايزين شيء ماليزي خفيف كده جيد، لكن مشكلة بارد. أعوذ بالله. عارف ليه بارد؟ لأن ماليزيا ليست بلاد الطاقة، عندهمش طاقة غير الشمس فقط، عندهم شمس، أقرب مكان في العالم إلى الشمس ماليزيا، تشعر أن الشمس بجوارك. طيب الغزالي ليس غريب عنا، الغزالي أعظم من ربط بين فقه القلوب وفقه الجوارح، كتاب إحياء علوم الدين أعظم كتاب دون في هذا التاريخ. ما كتاب الإحياء الذي نقرأ اختصاره اليوم؟ الإحياء هو كتاب فقه شافعي، إلا أنه اهتم بأمراض القلوب، اهتم بطهارة الظاهر والباطن، اهتم بالمعاملة الظاهرية مع الخلق والمعاملة الباطنية مع الخالق. قال مولانا السقاف: من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء. هذا كلام مولانا السقاف موجود في 7 كتب مفيدة، من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء. شاهد عشان الله يرضى علينا وعليكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، الغزالي أحد أشهر فلاسفة الإسلام. كيف وصل الغزالي إلى الفلسفة؟ اليوم مقدمة كما تعلمون. كيف وصل الغزالي إلى الفلسفة؟ الفلسفة هي الحكمة، لكن الإغريق لا يقولون الحكمة، يقولون فوليو صوفيا، يعني محب الحكمة. من يرقى أن يكون فيلسوف؟ يقولون فيلسوف الإله، لكن نحن لا نصل إلى الحكمة من الإله، نحن نحب الحكمة التي تنبع من الإله. فقالوا فلسفة، فلسفة فوليو ها صوفيا. يعني فوليو صوفيا ها محبة الحكمة، لأن الإنسان لا يرقى إلى أن يصل إلى الحكمة، فالحكمة نابعة من مين؟ من الإله. هذا عندهم في اعتقادهم. الفلاسفة كفرة لثلاث أسباب. إذا الغزالي فيلسوف والفلاسفة كفرة، يا مولانا في فرق، في فرق بين الفلسفة في الإسلام وبين الفلسفة في الكفر. كفر الفلاسفة لأنهم قالوا لا إله والعالم قديم، إيه كمان؟ ها؟ لا إله، 2 العالم قديم، 3 خلقنا من الطبيعة، معنى قديم ليس له خالق ولن ينتهي. نحن الأب والأم يتزوجان يأتي الأولاد، الأب والأم يتزوجان يأتي الأولاد. طب من أين جاء أول واحد؟ 2 مدام العالم قديم لا إله. مولانا من صنع هذا الكتاب بمفرده؟ إذن لا يوجد صانع؟ لا يوجد صانع، خلاص مدام لا يوجد صانع ماذا نفعل؟ 3 العالم ها قديم، 2 ها خلقنا من الطبيعة، ما فائدة الإله؟ ما فائدة الإله؟ إذن كفر الفلاسفة، لكن فلاسفة المسلمين من الفارابي والغزالي والكندي لم يقولوا هذا الكلام، هم يفكرون في حقائق الأمور، فمن هذا التفكير سموا فلاسفة. سموا إيه؟ في فلسفة يقول لك إيه؟ تبيع الكتاب رخيص، تبيع أكثر،
تربح أكثر. في فلسفة أخرى، تبيع الكتاب غالي، تبيع الكتاب بها يحترمه الطالب بل ويجري خلفك حتى يشتريه. شوف هذا الكتاب جنيه، ممكن أنت تشتري 10-15، لكن هذا الكتاب 60 جنيه. من يدفع في هذا الكتاب 60 جنيه كأنه قرأه 5 مرات، سيهتم بالكتاب وينظف الكتاب ويقرأ في الكتاب ويضع الكتاب في المكتبة. لكن لما يكون كتاب بجنيه، استغفر الله، الذهب غالي، ها لا يرمى في الطرقات. لكن ها البلاستيك رخيص، ممكن تجده في الطرقات. فإذا كان الشيء عزيز كان مهم. آخر يقول لا، نحن نبيع أرخص، نبيع أكثر، نربح أكثر. كل واحد له فكرة، له فلسفة. هذه الفلسفة تناسبك أحياناً، تعارضك أحياناً، لا نعترض. الغزالي مشكلته إن هو كان عنده إيمانيات كثيرة، فهم حقيقة الدنيا. ما الدنيا؟ ليس لك من الدنيا إلا ما أكلت وما شربت وما لبست وما نمت. إيه متع الدنيا؟ شهوة النساء إلى زوال، شهوة الطعام إلى زوال، شهوة الثياب إلى زوال، أنت نفسك إلى زوال. ومن هنا عندما عرف الغزالي حقيقة الدنيا، ونكرر حتى تقف إلى حقيقة الدنيا، لابد أن تتذكر النشأة والمصير. النشأة من العدم والمصير إلى عدم، النشأة من تراب والنهاية إلى تراب، وما بين الترابين تحمل في بطنك جيفة. هذا ما قال الإمام علي، قال لك كيف تتكبر وأنت تحمل في بطنك جيفة؟ أعظم طعام يتحول إلى قاذورات في المعدة، لو القاذورات دي تجلس في بطنك، استغفر الله، تتعب. أنت عندما ترى الخارج النجس منك وهو من جسدك أنت تتقزز. حكمة الله، حكمة الله أن الغائط من الخلف حتى لا ترى. من آداب الاستنجاء عدم النظر إلى البول والغائط. شوف شوف قوة الشهوة تنقضي بخروج الحيوان المنوي، يصاب الإنسان بالفضول. هي دي الدنيا، ما من متعة في الدنيا إلا وتنتهي بأزمة، بمشكلة، بصعاب. تعالوا كده نخرج إلى النهر، نسبح في النهر، ها عند العودة تعبان، كسلان، مفيش نشاط. تعال كده نخرج إلى أي مكان، في النهاية لابد من مشكلة. تعال للعبادة، بعد الصلاة تجد راحة، بعد الحج تجد راحة، بعد الانتهاء من الصوم عند الإفطار تجد الراحة. سبحانك، ما هذا الذي يحصل؟ يحصل أن متع الآخرة لا يأتي بعدها إلا متعة، والعبادة في الدنيا هي التي توصلك للآخرة. لذلك الشيخ الغزالي عندما تكلم قال: بداية الهداية الطاعة، ونهاية اللي هي مولانا النهاية الطاعة. فبدايتك طاعة ونهايتك طاعة، وبين البداية والنهاية طاعة. هذا خلاصة الكتاب، هذا خلاصة الكتاب. بداية الهداية طاعة، ونهاية الهداية طاعة. هذا خلاصة الكتاب. وما بين البداية والنهاية ها طاعة، مفيش غير كده. طيب، بداية الهداية كتب الغزالي في آخر حياته غالبا 502 يعني. والإنسان عندما يكتب في آخر الحياة يكتب من القلب، كأنه يشعر أنه إلى الله راغب وإلى الله زاهد. الغزالي رضي الله عنه وارضاه عاش عيشة صعبة. بدايته يتم،
ونهايته يد. العقل القوي، الفكرة القوية تؤدي إلى حسد من الأقران وحقد من الأقران. إن يتقدم الصغير على الكبير لن يسلم من الكبير ولن يسلم من حقد الصغير. شوف عالم كده صغير في السن، تجد الأكبر منه يعني يظنون أنه يأخذ منهم الأمر، وأقرانه يحقدون عليه، والصغار يتنافسون معه في مشاكل. الغزالي كان هذا الأمر، رجاحة العقل، القرب من السلطان، البركة في التأليف، الرحلة إلى البلاد، كل هذه مؤهلات أهلت الإمام الغزالي أن يعلو. عزة النفس مع شدة الفقر، العلم في مواجهة الجهلة. وصل الأمر بالغزالي أنه لا يتولى أحد الإمارة إلا إذا كان الغزالي يكتب أنه يصلح. ثقة من الخليفة، ثقة من الخليفة. الغزالي كان يصلح بين الفئات المتخاصمة، خاصة في مشاكل العقيدة بين هذا وبين هذا وبين هذا. الغزالي امتحن في مشاكل بين الحنابلة وبين المعتزلة وبين الحشاشين وبين الخوارج. عصر كان عصر صعب، ليس عصر سهل. لكن سبحان الله دائما الرجال الأقوياء يخرجون من الشدة، فالشدة تجعل القوة. الغزالي لم يسلم من أعدائه إلى الآن. منهم من يقول أن الغزالي كافر. ليه كافر؟ لأنه صوفي. واحد، لم يسلم أنه مبتدع. اثنين، لم يسلم أنه ضعيف في رواية الحديث. الغزالي بنى مدرسة قبل أن يموت في طوس، سماها مدرسة الحديث. ألف فيها سنة 504 أعظم الكتب، من أعظم الكتب منها المستصفى. المستصفى الآن لا يقرأه إلا الأكابر في أصول الفقه. أنا مش فاضي أشرح، بعدين أشرح. شوف مستصفى، تعرفون المصفى؟ كأنه يصفي الآراء ويصفي الكلام وجعله صافيا في هذا الكتاب، المستصفى في أصول الفقه. ده الغزالي. الغزالي يا مولانا كتبه إلى الآن تدرس في جميع أنحاء العالم، كتبه قام عليها العلماء الكبار. فقه الإمام الشافعي كله على الوجيز، كل الشافعية الآن يقومون على الوجيز. شوف يا مولانا النووي، يا سلام على النووي، كان يقرأ كل يوم في الفقه الشافعي درسين. فين يا مولانا؟ فين؟ في الوسيط للغزالي، كتاب الوسيط للغزالي مطبوع. والنووي فعل حاشية. الرافعي، مين الرافعي؟ ها؟ أحد الشيخين الرافعي والنووي. ماذا صنع الرافعي؟ شرح الوجيز، سماه العزيز. ابن دقيق العيد قال: ظللت سنة لا أصلي النوافل حتى انتهيت من قراءة كتاب العزيز. بعدها تولى قاضي المذهب الشافعي في مصر لأنه قرأ العزيز. يأتي النووي يختصر العزيز في الروضة، من يقوى على الروضة؟ ثم يأتي مولانا ابن المقري يختصر الروضة في الروض، ثم يأتي ابن المقري يختصر الروض في الإرشاد، ثم يأتي مولانا ابن حجر الهيتمي يشرح الإرشاد في الإمداد وفقد، ثم شرحه في فتح الجواد. مرة أخرى، الوجيز يختصر من؟ يختصر الرافعي في المحرر،
ثم يأتي النووي يختصر في المنهاج، ثم يأتي زكريا الأنصاري ويختصر المنهاج في منهج الطلاب، ثم يأتي الجوهري فيختصر في نهج الطالب. شوف المذهب قائم إزاي، قائم إزاي. كم واحد شرح المنهاج؟ أكثر من 100. هذه الوجيز للغزالي، الوسيط للغزالي، إحياء علوم الدين للغزالي، تهافت للفلاسفة للغزالي. سبحان الله، فكرة المنقذ من الضلال للغزالي. إيه المنقذ من الضلال؟ كيف تنقذ من الضلال بعد رحلة 10 سنوات اختبار في الصحراء؟ هذا الرجل الذي تقرأ له كافر، استغفر الله استغفر الله، إيه الموضوع؟ النهاردة أشهر كتاب في الوعظ والإرشاد إيه؟ أشهر كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة الذي انتقل سنة 600 هجرية، صح؟ ده أشهر كتاب في الوعظ والإرشاد، مختصر منهاج القاصدين، مختصر منهاج القاصدين، منهاج القاصدين، مختصر منهاج القاصدين لمين؟ للشيخ بتاعنا. طيب هو اختصر ماذا؟ اختصر منهاج القاصدين لمين؟ لابن الجوزي، مات سنة 597، أبو الفرج. يا سبحان الله يا سبحان الله. عارفين أبو الفرج اختصر منهاج القاصدين من فين؟ من الإحياء. ابن الجوزي يعترض على الغزال، يقول في أحاديث ضعيفة. قيد الله الحافظ العراقي، حافظ العراقي عملاق ليس بعده، هو صاحب الألفية في الحديث وصاحب الألفية في السيرة، يا مولانا بالرحمة. منهاج القاصدين ده عبارة عن ايه؟ شال الأحاديث الضعيفة ووضع إحياء علوم الدين، ثم جاء صاحب مختصر منهاج القاصدين وحذف الأمور الفقهية وجعلها كلها زهد وتصوف وأخلاق. تعرفون كتاب منهاج القاصدين؟ مش موجود. مختصر منهاج القاصدين، شوف الإحياء، نحذف الأحاديث الضعيفة صار منهاج القاصدين، نحذف الأمور التي تتعلق بالفقه صار مختصر منهاج ليها. هذا كتاب مشهور زي رياض الصالحين كده، يتكلم عن الأخلاق. سبحان الله، ده الغزالي، ده الغزالي. الناس تتكلم كثيرا، ما من إنسان يشرح أسماء الله الحسنى إلا ويأخذ من المقصد لها الأسنى شرح أسماء الله الحسنى للغزالي، كله يأخذ منه الفقه الغزالي. يا شباب يا شباب، الغزالي الغزالي. تأتي لعلم الكلام، لعلم المنطق له في أول الإحياء، هو يفعل عقيدة صغرى وعقيدة كبرى. العقيدة الصغرى شرحها له مولانا مين؟ زروق. في أول كتاب الإحياء، في كتاب عقيدة صغير، كتاب عقيدة اسمه العقيدة الصغرى، وعنده العقيدة الكبرى. الإمام الغزالي ولد سنة 450 في طوس، وهي إيران، في زمن أن كانت إيران إيها تابعة لأهل السنة والإيه والجماعة. إن شاء الله أن مولانا الغزالي كان له أخ عالم لكن ليس في شهرته، اسمه أحمد، والغزالي اسمه محمد، كنيته أبو حامد. الغزالي كأنهم يقولون الغزالي نسبة لأبيه يصنع الصوف، لكن من يقول الغزالي كأنه يسبه، فمن كانوا يسبونه يقولون الغزالي. الإمام الغزالي رضي الله عنه وارضاه، أبوه ترك مالا قليلا، وأوصى أحد العلماء أن يتكفل بأحمد ومحمد بعد موته، وبالفعل مات الرجل، فتكفل بهما الشيخ.
أن جاء الشيخ وقال لهما: لقد نفد مال أبيكم، وأنا كما تعلمون ليس عندي مال، لكن لن أترككم. فأرسلهما إلى دار، يعني فندق كده، مسجد مدرسة، يأكلون ويشربون ويتعلمون. بعد 7 سنوات عادوا إلى بيتهم الأصلي، فخرج عليهم قطاع الطرق. ماذا يأخذ قطاع الطرق من الغزالي ومن أخيه؟ اليوم يقول هات الموبايل، لكن زمان ما فيش موبايل، فهم فقراء. قالوا: نحن فقراء ونحن طلاب علم، ليس عندنا إلا إيه؟ إلا أوراق. فأخذ اللصوص الأوراق وصاروا يقذفونها في الهواء، يلعبون. وصار الغزالي يجمع وهذا يجمع وهذا يجمع، لكن فقد الإمام الغزالي وأخوه أحمد أوراق كثيرة. فقال الغزالي لنفسه: لن أكتب شيئا في الدفتر إلا إن كتبته في عقلي. ليه؟ لأن الأوراق تضيع لكن العقل لا يضيع. فكأنه صار يحفظ ويكتب، يحفظ ويكتب، وهنا لا يضيع العلم المحفوظ. أي خبرة نستفيدها من الغزالي. الغزالي رضي الله عنه وارضاه صار يعمل في طوس عالما يشرح للناس، إلى أن جاء صاحب نظام الملك وبنى مدرسة. نظام الملك كوزير الوزراء، عندما بنى المدرسة كان يأتي بالأمراء والشعراء والعلماء للمسابقات والمسامرات، ويعطون مسألة والناس تتكلم، فيقول لك إيه: صلى ولم ينوي، ونوى ولم يصلي. ما هذا؟ هذه هي رجل أدرك الجمعة لكنه لم يدرك الركعة الثانية، فنوى جمعة وصلى زهرا، وصلى الظهر ولم ينوي الظهر. أدي صلى ولم ينوي ونوى ولم يصلي، انتهى الأمر. يعني من باب الحكايات والفكاهات والملح، ممكن يعطون مسألة: ما حكم أكل الدوريان؟ هناك من يقول أن أكله حرام لأن رائحته كريهة وفيه شوك، وممكن هذا الشوك يقع على الرأس يقتل. وهناك من يقول أن أكل الدوريان واجب، لأن من أكل الدوريان ينسى، وسمي الإنسان إنسانا لأنه ينسى. يعني عادي، حوار مفتوح يعني. لكن من عنده الأصول يتكلم، من عنده الفقه يتكلم، من عنده المنطق يتكلم. لكن سبحان الله، مرة من المرات تكلم الغزالي، لم يستطع أحد أن يرد على الغزالي. قوة، حجة، مهارة، فكرة، فطنة. فإذا بمولانا الغزالي يظهر علمه في تواضع وفي رقة. نظام الملك حدده وقال له: ستذهب إلى دار الخلافة. لماذا؟ تعمل هناك مع الخليفة. فذهب إلى بغداد في دار الخلافة الإسلامية، وظهر نجمه وعلى صيته، وفي كل مرة كان يعتذر للخليفة، إلا أن الخليفة لا يوافق. علم كبير يا ابني. إلى أن احتال عليه بحيلة شرعية، قال: أنا أريد أداء النسك. ما معنى النسك؟ الحج. روح يلا الحج. فعندما خرج إلى الحج، سبحان الله، حصل مشاكل مع الصليبيين، فكأنه تأخر في طريقه، فذهب إلى القدس. وقيل بعدما ذهب إلى الحج ذهب إلى القدس. ليه؟ لأن كانوا معظمهم يزورون الكعبة ثم مسجد النبوي ثم القدس، المساجد ليها ثلاثة. ففي عهده جاء الصليبيون وحصلت مشاكل كثيرة. الصليبيين دخلوا سنة كام؟ 494. دخلوا القدس سنة 494 إلى أن حررها مولانا صلاح الدين سنة 583 في معركة حطين، ودخل القدس سنة 585، 27 رجب يوم الجمعة. يوم يا مولانا
مولانا الغزالي أخذ يعتكف في جبال سوريا، قيل 18 سنة، خرج فيها بالإحياء الذي أحيا الناس، ومن هنا سماه إحياء علوم الدين، كأنه يقول هذا الكتاب كتبته حتى يجدد الدين في قلوبنا، وهذا واجب الوقت. في كتاب رائع جدا رائع جدا، لكن صعب نقرأه معكم، 4442 حديث، اسمه شرح السنة لمولانا البغوي، 517. البغوي فقيه شافعي ضخم من فقهاء خراسان، اسمه شرح الإيه، كبير كده. هذا الكتاب مولانا قال البغوي: رأيت الإسلام صار عندنا اسما ورسما، فأردت أن أحيي الأمة. الرأي المال سنة 517، أمال الإسلام النهاردة إيه؟ ده خارج الدائرة. فألف 4442 حديث يحيي الإسلام. رأيت الإسلام صار اسما، كلام في صعب صعب خالص. فألف إيه مولانا؟ شرح السنة، 8 مجلدات، طبع دار الفكر جيدة، الله أعلم. كان زمان أنا اشتريتهم ب85 جنيه، دلوقتي ممكن 10,000 جنيه. شاهد أن الغزالي صار يمشي علوم الرياضيات، فلسفة والمنطق، طبيعة، يقرأ علم 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 علم، إلى أن جاء في الآخر وقال: المنقذ من الضلال هو الطريق إلى الله. أدي كتاب اسمه المنقذ من الضلال، أدي حكايته، ودون إحياء علوم الدين، ثم اختصر الإحياء في المرشد الأمين، اختصار إحياء علوم الدين، حيث قال: وجدت الإحياء يعني يصعب أن تأخذه في السفر، فقام بواجب الوقت، فاختصر الإحياء في كتاب سميها المرشد وإليها الأمين، اختصار إحياء علوم الدين. ده مولانا الغزالي. مولانا الغزالي في أواخر حياته عاد إلى طوس بعد رحلة شاقة كبيرة في العلم، حافلة في التدريس. الإمام الغزالي كان يدرس في المسجد الأموي، وأنا حكيت لكم قصة مولانا العز بن عبد السلام عندما كنا نقرأ في الأزهر وقرأنا في أماكن كثيرة بداية السول في تفضيل الرسول. هذا الكتاب مولانا مؤلفه مولانا العز بن عبد السلام المولود في دمشق سنة 578، كان يرى مقعد الإمام الغزالي في الزاوية الغزالية، ويسأل الشيخ ويقول: لماذا لم يجلس أحد هنا؟ فقال له الشيخ: يا بني، من يقوى أن يجلس على مقعد الغزالي؟ من يقوى هذا المكان يجلس عليه الشيخ فلان فلاني، من يجرؤ أن يجلس في هذا المكان الذي يجلس عليه الشيخ فلان؟ أمر صعب. الغزالي انتقل إلى رحمة الله سنة 505، ألف في كتب لا حصر لها ولا عدد، في علوم شتى، كتب لكتبه القبول، كتب منتشرة موجودة إلى الآن. يكفي هذا، وسنقرأ المقدمة، والمرة الجاية إن شاء الله نبتدي نشرح شوي شوي، لكن حبة حبة يا سيد بطرس. قل يا ابني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلمه وعلم شيخنا في الدارين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله حق حمده، والصلاة وسلامه على خير خلقه محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. طيب،
إلا. بسم الله الرحمن الرحيم، رجاء تحفظ. الباء للمصاحبة، واسم من السمو والعلو، والباء طويلة شوية، علامة على الألف المحذوفة. الباء طويلة شوية، علامة على الألف المحذوفة. بسم الله، الله علم على الذات العلية. الرحمن المنعم بالنعم العظيمة، بالنعم الكبيرة العظيمة، جلائل النعم كنعمة الإسلام. الرحيم المنعم بدقائق النعم، المنعم بدقائق النعم. بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرفا. قال مولانا الصاوي تلميذ مولانا الدردير أن من يكثر من قراءتها الله ينجيه، الله ينجيه من زبانية جهنم. قال تعالى عليها 19. بسم الله الرحمن الرحيم بداية حقيقية. الحمد لله هو الثناء الجميل الاختياري على الله، والحمد بداية إضافية. أركان الحمد: حامد أنا، محمود الله، محمود به اللسان، محمود عليه النعمة صيغة. أركان الحمد: ها، حامد، محمود، محمود به، محمود عليه، ها، صيغة. نص مولانا البيجوري أن أعظم صيغة لمن قال نذرت أن أحمد الله بأعظم صيغة قال: اللهم لك الحمد، حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، مذكور في الحاشية. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. لم يذكر الشهادتين من باب الاختصار، وذكر الشهادتين في المقدمة سنة. وقال: والصلاة والسلام، الصلاة تحية، الصلاة دعاء، والسلام تحية، على محمد صلى الله عليه وسلم من جمع فيه المحامد كلها، رسوله وعبده. الرسول والعبد، كان الرسول يفرح بكلمة عبد، وكان يفرح بالمجاورة بالإضافة، عبد الله ورسوله. فكان إذا قيل له عبد كان يفرح صلى الله عليه وسلم. وعلى آله بنو هاشم وبنو المطلب الذين يحرم أخذ الزكاة. من بعده وأصحابه، الصحابة هو كل من رآه وأسلم به ومات مسلما. أما بعد، فصل الخطاب. أول من تكلم بها داود، وقيل قس ابن ساعدة خطيب العرب. وما يأتي بعدها وجب اقترانه بالفاء. ما يأتي بعدها وجب اقترانه بماذا؟ بالفاء. قل يا سيدي. فاعلم أيها الحريص، اعلم لا تقال إلا للكلام المهم، وهي للتنبيه. وكنت إذا تقرأ على الشيخ من باب الأدب لا تقول له اعلم، تقول يعلم، تقول إيها، كأن الشيخ يعرف ما في الكتاب. خلاص. والفاء وجب اقترانها. اعلم، ها، فعل أمر يدل على ماذا مولانا؟ على التنبيه. فلا يأتي بعده إلا كلام جميل. فاعلم أيها الحريص، مدح لطالب العلم، مدح لطالب العلم، تزكية لطالب العلم. الحرص هو الاهتمام والاقتناء. فأنا حريص على المال، أنا أقتني وأحتفظ، لكن الحرص على الدنيا مذموم، والحرص على الآخرة محمود. ها، أيها الحريص المقبل على اقتباس العلم. شوف بقى، في خلاف هنا أبو بكر بقى. فاعلم أيها الحريص على اقتباس العلم. اقتباس يعني التقاط، أخذ. كانوا يقولون العلم إما شركة وإما سرقة.
ما معنى شركة وما معنى سرقة؟ شركة أنا أشاركك في الفكرة، سرقة أنا آخذ منك الفكرة وأطورها وأنميها أو أنقل منك. قد كان أقوله قال الإمام الشافعي كذا، قال الإمام مالك كذا، قالك أنا ألا أقتبس. الاقتباس الالتقاط، نقتبس من نورهم يلتقط. الحريص على اقتباس الإيه؟ العلم. العلم هو ضد الجهل، العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه، العلم هو الإدراك الشامل للتصور والتصديق، الإدراك الشامل للتصور والتصديق، الإدراك الشامل للتصور والتصديق. نعم. المظهر من نفسه صدق الرغبة فيه. أنت مظهر لنفسك أنك ترغب في العلم. ما الدليل؟ سئل ابن كثير كيف وصلت يا إمام إلى ما وصلت؟ قال بكثرة السؤال وبمزاحمة العلماء بركبتين. كيف وصلت إلى ما وصلت؟ قال بكثرة السؤال، أنا أسأل كثيرا. اثنين يا مولانا، وبمزاحمة العلماء بركبتين، إذا وجدت مجلس علم أنا أذهب، أنا أتكلم، أنا أحضر. سأل ابن كثير بما يضيع العلم يا إمام؟ قال يضيع بالكبر وبالحياء. أنا متكبر أسأل، أنا أستحي أن أسأل. ضاع العلم، والسؤال نصف العلم. السؤال ها نصف الإيه؟ نصف العلم. وفرط التعطش فيه. فرط يعني إيه؟ فرط يعني كثرة. التعطش، الإنسان عندما يكون عطشان لازم يشرب ماء. فطالب العلم إذا كان عطشان للعلم لازم يتعلم، والإنسان لا يستغني عن الماء أبدا بأي حال من الأحوال. فكأن العلم للإنسان المتعلم للطالب أعظم من الماء وأعظم من الهواء. الإنسان لا يحيا من غير هواء وماء، وطالب العلم لا يحيا من غير علم. سعادة العلم عندما تقرأ كتاب جديد، سعادة العلم عندما تتعلم شيء جديد. الله فضل إيه؟ فضل الإنسان على الملائكة بالعلم، وعلم الإنسان إيه؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. جاءت الملائكة واختبرت آدم، يا آدم من هذه؟ قال حواء. فسألوه ولماذا سميت حواء؟ قال لأنها خلقت من حي علم، وعلم آدم الأسماء علم. أنك إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة والمباهدة والتقدم. هذا الكلام مرة أيها الولد، لو تتعلم حتى يقول أنك عالم، الله يوم القيامة يقول وقد قال الناس أنك عالم، فما فليس لك عندنا شيء. عندما قال مولانا لا فائدة من المناظرات، لأن المناظرات تؤدي إلى الشحناء والبغضاء، فإن اضطررت للمناظرة فليكن في قلبك أن الحق يأتي على يديك أو على يد الخصم لا يهم، نحن نتناظر من أجل إظهار لها الحق. شوف الشيخ بيعمل إيه؟ يصل بداية الهداية، استغفر الله، يصل أيها الولد بماذا؟ ببداية الهداية. هذه العلم، العلم موصول. واستمالة وجوه الناس إليك. أنا عايز الناس تحضر الدرس. كيف يحضر الناس الدرس؟ يستميلهم بالمال، بالطعام، بالشراب. يعني إيه؟ يعني المهم أن الطلاب تحضر. الشيخ يشرح لا يشرح ليس مهم، لكن المهم أن الطلاب تحضر. حتى شيخ يتباهى يقول أنا يحضر لي 100، أنا يحضر لي 1000، أنا يحضر لي 500. كل هذا دنيا. من رأى الناس لم يرى الله، ومن رأى الله الناس تراه. عامل الله الدنيا تأتيك، عامل الدنيا الدنيا تهرب منك. من رأى الناس لم يرى الله، ومن رأى الله رآه الناس. هل تظن
أن المتقين الناس لا تقول عليهم متقين يقولوا. هل تظن أن الإنسان الطيب الجميل الناس لا تقول عليه؟ تقول، لكن لا تهتم. ما أفلح منتفخ، من يتكلم من يتكلم، وليسكت من يسكت. المهم أنك أنت إيه مع الله، فمن كان مع الله لا تبالي بغير الله. فكل الخلق، كل الخلق إلى الله أحوج. أما الله فلا يحتاج لأحد، فإنه قيوم. كن مع الله يكن الله معك، كن مع الناس يتركك الناس. وجمع حطام الدنيا فأنت ساعي في هدم دينك. شوف حطام الدنيا، جمع حطام الدنيا المال، جمع حطام الدنيا المال. يعني ايه حطام؟ زبالة، حطام يعني محطم مكسر. شوف شيخ سيأكل هذا، لازم نعمل عرض. هذا يأكله الشيخ، ده رقم التليفون لمن يريد يأكل. شوف جميل ازاي، بعد دقيقة الشيخ يأكل السندويش يفعل كذا، يرمي في الزبالة. فين الطعام؟ في الحمام. من حلال الله أعلم، من حرام في جهنم. أدي الدنيا حطام، حطام. شوف هذا البيت جميل جدا، لكن أين هذا البيت من 100 عام؟ مدينة نصر دي كلها كانت صحراء. ترجع بالذاكرة ورا كده إلى سنة 50، سنة 60 كانت صحراء. سبحان الله، لم تبنى إلا في الحرب 67 عندما خرج الناس من السويس وبورسعيد والإسماعيلية جاءوا هنا. النهاردة مدينة نصر. طيب، سيأتي يوم وتكون خاوية على عروشها. كان حقا على الله إذا رفع شيئا أن يخفضه. ستأتي يوم من الأيام تكون مدينة نصر آثار. أين الناس؟ راحوا في الحي الـ 12 والـ 13 والـ 14، وصار حي السابع والثامن والعاشر ذكرى. سيأتي. أين الإسكندرية التي بناها الإسكندر الأكبر؟ في البحر، في البحر. أين قصور فرعون التي بناها؟ آثار، الناس تتفرج عليها، تأخذ صورة بيكتشر كده وخلاص. أين فرعون؟ في جهنم وبئس المصير. ذكرى، صار ذكرى، صار ذكرى. سيأتي يوم وتكون أنت ذكرى، لكن من الذي يبقى؟ إذا مات الإنسان عندنا 3 أمور، حديث رواه البخاري. أول من يتركك مالك، الذي أنت حريص عليه في الدنيا. أول من يتركك مالك. الشيخ مات في جيبه 1000 جنيه يؤخذ منه، يرتدي نظارة يؤخذ منه، يرتدي خاتم يؤخذ منه. يا مولانا ستجرد من ثيابك بمجرد الموت. عندما تموت يجردونك من ثيابك. 2، ثاني ما يفارقك أهلك. 3، لن يبقى معك إلا عملك الصالح. إذا كان صالح الله يكرمك، طب عملك غير صالح، عاملك الله بما أنت أهله، عاملك الله بما أنت أهله. فهمت يا ابني؟ وصلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى